يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في الحديث أن كافل اليتيم يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذا كان عليه ذنوب كبائر فهل يتحقق له هذا الحديث؟ لا، الذنوب الكبائر لا بد من التوبة، الذنوب الكبائر لا بد من التوبة منها، فيتوب إلى الله من الكبائر ويكفل اليتيم. نعم، يقول ولا تكفر بكفالة اليتيم، كبائر ما تكفر بكفالة اليتيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، تكفير إنما هو للصغائر، أما الكبائر لا بد من التوبة. نعم.